بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي حضراتكم يا شباب؟ ان شاء الله جميعا يا رب بخير، وكل عام وحضراتكم بألف خير. ان شاء الله هنتكلم النهاردة على مسار المثانة. هنكمل مسار المثانة. احنا طبعا وقفنا المرة اللي فاتت عند بلاد 20، عند المثانة 20. هنتكلم النهاردة من أول 21، وزي ما اتفقنا المرة اللي فاتت ان احنا عندنا البلادر تشانيل دوت، او اللي هو مسار المثانة، بيبدأ من العين او بجوار العين من الداخل ناحية الأنثية للعين، وبعد كده بيطلع على فوق، يعدي معايا على الرأس، لمؤخرة الرأس الى الظهر. طيب احنا دلوقتي هنتكلم على الظهر. تمام. هو طبعا هو المفروض ان هو بيعدي بالظهر، وبعد كده ينزل على الفخذ والساق والى الاصبع الصغير. طيب احنا هنتكلم على الكلام ده كله بالتفصيل ان شاء الله. هنتكلم على البلادر 21. اوكي، هنبدا بالبلادر 21. طيب بلادر 21 لو جيت ابص لها، هبص الاقي ايه؟ احنا اتفقنا ان احنا عندنا خطين من خطوط المثانه، اللي بيكون على الناحيه اليمين وعلى الناحيه اليسار خطين من خطوط المثانه حوالين العمود الفقري، واتفقنا ان اول خط بيبعد 1.5 سن من من العمود الفقري، والخط الاخر بيبعد 3 سن من العمود الفقري. تمام. طيب يبقى احنا عندنا دلوقتي ده كده 3 سن. لو دخلت شويه 1.5 سن، ده الفرع الاولاني، واحنا عرفنا فرعين على اليمين وفرعين على اليسار. اوكي. طيب نبدا بقى نتكلم على، احنا عايزين بس نركز يا شباب، طبعا الكلام النظري صعب شويه، ان شاء الله الكلام ده هجيب طفل صغير واشرح لكم عليه. بس عايز اقول لحضراتكم حاجه، احنا لازم نعرف النقاط، كل نقطه من النقاط ديت وظيفتها ايه او بستعملها في ايه. طبعا حضرتك مش هتحفظها حفظ صم يعني، ولكن هو مع كتر تكرار الشغل بتلاقي الموضوع سهل، فما تستصعبوش الامور. يبقى انا عندي المثانه 21، هي تبعد 1.5 سن من العمود الفقري، ومقابله ايه؟ الفقره الصدريه ثراسك 12. يبقى انا عندي دلوقتي المثانه 21 عند اخر الفقرات، ايه اخر الفقرات الصدريه، بمعنى ان انا اخرها كده خلاص منطقه الصدر معايا. واحنا اتفقنا المره اللي فاتت احنا عندنا منطقه الصدر ديت من اخطر الاماكن اللي انا ممكن اشتغل عليها لو دخلت بالابره عمودي. ليه؟ لان انا ممكن اخترق الرئه ويعمل معايا مشاكل. اوكي. طيب يعني انت عايزه تقولي لي ان انا لو منطقه الصدر دي اشتغلت فيها، بشتغل بكل الابر مايله جدا سطحيه، اشد الجلد على فوق وبعد كده اشتغل؟ ايوه طبعا. او حط مكانها كاسات حجامه وابعد عن الشر وغني له، خصوصا في الاول لما ايدك تاخد على الشغل، بعد كده ابقى اشتغل براحتك. طيب اوكي. طيب هي المثانة ديت، المثانة 21 ديت اللي هي عند الفقرة الصدرية 12، هنفتكر بقى عند الفقرة الصدرية 12 شباك المعدة، النقطة الأساسية أو الرئيسية لجميع مشاكل المشاكل المتعلقة بالمعية، من نظرة من يعني زي ما بيقولوا كده، من التشخيص، أم سوري، من حيث اللي هو التراديشنال تشاينيز ميديسين، او من ناحيه نظره الطب الصيني، ان احنا عندنا لو اشتغلنا على الفقره يعني بعد الفقره الصدريه ب1.5 سم، يبقى انا عندي دلوقتي بشتغل على جميع مشاكل المعده. تمام. طيب بتظبط المعده، بتحول الرطوبه وتزيد الركود، الركود الطعام، لما تيجي تشم ريحه فم حد او هو يحس يقول لك ده انا ريحه بقي دايما مش حلوه، يبقى معناها ركود في الاكل. الركود في الاكل ده او ركود في الطعام موجود في المعده او في القولون وكده، فدوت بيؤدي الى ايه؟ يؤدي الى انتفاخ في البطن وتقرحات الفم والتقيؤ والتجشؤ، دايما كل شويه يطلع صوت من الفم، ده معناه ان في تراكم للايه؟ للاكل. بتفك الكتل في البطن. طيب حاجه حلوه قوي قوي، بيقول لك ان اللي قصاد الفقره الصدريه ال 12 ديت، بيقول لك نقطه للكتل والاورام اللي موجوده، لا اللي موجوده في البطن. يعني انا لو عندي مريض عنده مشكله بورم في البطن، اشتغل على الفقره ايه اللي قصاد الفقره الصدريه 12. تمام. سواء كان بحجامه بقى، احنا نتفق ان منطقه الصدر هنشتغل عليها حجامه. تمام. من الحاجات الجميله جدا يعني.
بيقول لك طيب، وكمان انا لو عملتها مع النقطه اسمها باي جين، او اللي هي عباره عن 3.5 تسنج الى الحد صفر من لمبر واحد، معنى كده ايه؟ يبقى احنا يعني ايه لمبر واحد اصلا؟ يعني الفقره القطنيه رقم واحد. طب عايزه تقولي ايه؟ يعني لو اشتغلت على الفقره ال 12 بجوارها 1.5 سم، واشتغلت على لمبر واحد اللي هي الفقره القطنيه بدايتها على طول مباشره بعدها لحل مشكله الركود، قد يكون مفيدا ايضا للالم في الصدر ومنطقه المعده والطحال. طيب تنظم النقطة، خبرة تنظم النقطة أيضا، وظائف الطاقة التشي الصاعدة يتم استخدامها لإيه بقى؟ بستخدمها في تدلي المستقيم أو هبوط المستقيم، وتستخدم مع نقاط أخرى اللي هو الفتق اللي بيجي في الحجاب الحاجز. يبقى أنت عايزة تقولي لي إن أنا عندي دلوقتي الفقرة اللي قصاد الفقرة ال 12 الصدرية بستخدمها أساسا في مشاكل المعدة والأورام بتاعة تراكم الأكل في الجهاز الهضمي والأورام والكلام ده. أوكي طيب عايزة تقولي إيه تاني؟ هو كاتب لك هنا ان الورينري بلادر 21 دهيت هي المنطقه او المين بوينت فور الاستومك ريليتد ايشو، اي مشكله متعلقه في المعده. طيب وان هي بتطلع الدم يعني اللي هي الرطوبه، وتفك اي استجنيشن يعني الركود، تمام، سواء كان ركود الطعام ابدومينال زي ما اتكلمنا اللي هو الغازات بتاعت البطن والقرح بتاعت. يعني انت عايزه تقولي لما يجي لي مريض يقول لي انا دايما بيجي لي قرح في الفم، تفهم بسرعه ان عنده مشكله في المعده. طب اشتغل على ايه؟ اشتغل على المثانه 21. اوكي طيب، وبيقول لك ان هو لو في اي تورمات او اي لمبس يعني حاجات في البطن، بستخدم اللي هو البلادر 21 وبلادر ايه، والنقطه اللي هي البايجن ديت اللي هي دهيت، قال لك ان انا بستخدمها كومباين ويز البايجن بوينت اللي هي النقطه بتاعه اللي هي لمبر واحد جنب لمبر واحد 3.5 سم لاترال تو ذا لور بوردر اوف لمبر واحد. يبقى اجيب الفقره القطنيه رقم واحد واطلع بره 3.5 سم، 3.5 سم، النقطه ديت بتفك الاورام اللي موجوده في البطن، تمام. وبيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك ايه؟ due to the same cheat stagnation resolving function it may also be useful for the pain in the chest. يعني انا ممكن استخدمها على الام الصدر، الام الصدر، تمام، استومك سبلين اريا، كمان منطقه الطحال والمعده و اللي هو منطقه الصدر عموما. طيب اوكي، طيب ندخل على المثانه 22. طيب المثانه 22 تبعد 1.5 سم عن العمود الفقري مقابل الفقره القطنيه رقم واحد. يبقى انا عندي دلوقتي المثانه 22 بتبعد عن الفقره القطنيه رقم واحد 1.5 سم. طب اهميتها ايه؟ مهمه لحماية الرياضيين وهامه للغده الفوق الكلويه. اصلا انا ليه بعمل، ليه هي مفيدة لإحماء للرياضيين؟ إن هو الواحد داخل رياضة بقويه كده، بخليه بعملها له عشان يقوى، أو عشان إن هو بتزود أصلا، لأن هي فوق الغدة فوق الكلوية، معنى كده إيه؟ بتزود إفراز هرمون الأدرينالين، طلع الأدرينالين، فبتخليه أقوى، تمام؟ وهو تعتبر شباك للمسخن الثلاثي السانجياو، تمام؟ طب مثلا 23 من اجمل النقاط اللي ممكن تتعامل معاها، واللي احنا لازم اصلا كل حاله استجابه بنشتغل عليها، وهي المثانه 23 اللي هي قصاد ايه؟ الفقره القطنيه رقم 2، تمام، او اللي احنا بنقولها بالفلاحي كده لما تقوم جاي شايف الوسط بتاع المريض بيبقى فيه جزء بعد الصدر كده داخل لجوه. لو احنا مشينا على هذا يعني سبحان الله على هذا الخط اللي هو تحس ان الوسط بتاع المريض، تعرف ان انت قصاد لمبر 2 او الفقره القطنيه 2. طيب الفقره القطنيه 2 ده هيبقى قوم جاي عندها وبعد على 1.5 سم، وهي تعتبر شباك الكليه. الكليه احنا اتفقنا ان الكليه لها سبحان الله فوائد كثيره جدا في سبحان الله في الطب الصيني، وعارفين ان هي مسؤوله عن النمو، مسؤوله عن النمو، عن مشاكل العظام، نمو العظام، وعن المخ والشعر والاسنان والسمع والكلام ده كله. معنى كده ان انا مشتغل عليها قوي الكلام ده كله. طيب المريض في حاجه بقى حلوه قوي بيقول لك ان انت كمان عشان تتغلب على الخوف
لا ممكن مريض اصلا يكون عنده مشاكل جنسية تمام بسبب الخوف. انا بشتغل على الكلية، بعمل تسخين بالموكسة، بشحن الكلية معايا. المشاكل الجنسية المتعلقة بمشكلة العجز الجنسي او سرعة القذف او الحيوانات المنوية او العقم او الارهاق بعد القذف، الكلام ده كله، الاضطرابات الجنسية، الانجابات بالنسبة للستات، دورة غير منتظمة، عسر طمس، انقطاع الطمس، الرحم البارد، البرود الجنسي، العقم، سرطان الدم، الكلام ده كله انا بستخدم اللي هي الفقرة القطنية رقم 2، اللي هي واحد بتبعد 1.5 سم، ببعد عن الفقرة القطنية رقم 2 1.5 سم، اللي هي المثانة 23، المثانة 23. وكل مريض يجي لك اشتغل عليه، اشتغل عليه المثانة 23، اوعى تنساه. تمام. طيب ايه تاني؟ قال لك نقطة مقوية لحالات الضعف العام مثل الإجهاد المزمن، الضعف ده بيقول لك كمان، يعني بيقول لك الناس الصينيين دول عندهم حاجات كده غريبة، يقوموا جايبين المكسة، حد يزورهم كده أو رايح مثلا عند والده، يقوم جايب المكسة وقاعد يعمل إيه؟ يعمل بالمكسة على الفقرة القطنية رقم اللي هو المثانة 23 اللي هي قصاد الفقرة الرقمية القطنية رقم 2، وبقول لك ان دي بتزود العمر، او احنا بنقولها يعني عشان ما يبقاش حرام علينا، بنقولها ايه اللي هي البركة في العمر. طيب بتقول لك بتعالج الالتهابات المزمنة بالاذن، مش احنا متفقين ان اصلا الكلية بتفتح في الاذن؟ فانا لو اشتغلت على الكلية نفسها هتبقى مشاكل السمع ومشاكل الطنين والصمم والكلام ده كله. مفيدة لطرد الرطوبة من الجسم، التورمات وتراكم السوائل في الجسم. انا لو اشتغلت شغلت الكلية صح، مش اصلا الرطوبة هتطلع، مش الكلية هتشتغل وتبدأ تطلع المية اللي في الجسم الزيادة، ولأن هذه النقطة تعتبر جذر الطاقة بالجسم في ان الحالات النفسية تتحسن مثل الاكتئاب والقلق. تمام. العقم عند الرجالة والستات بشتغل بالمكسة. دوالي الخصية، تأخر المشي، تأخر الكلام عند الأطفال، تأخر النمو العقلي، الكلام ده كله من أروع النقاط اللي أوعى تنساها أبدا. المثانة 23. طيب تعالي بصي عليها كده عشان أبقى عارف المثانة 23 دي تقريبا بيبقى إيه مكانها فين. هي شباب، بسم الله، المثانة 23، اهي 1.5 سم. عايزة تقولي لي إيه؟ عايزة أقول لك أول حاجة، أدي الجسم بتاع المريض بتاعك. تمام. الوسط نفسه، شوف انت، شوف انا ماشيه ازاي، ماشيه ازاي، وتحس ان في جزء داخل كده، ده منطقه الوسط زي ما بنقول، اللي هي تقريبا بتبقى قصاد لمبر 2. طب انت ممكن تجيبيها ازاي؟ انا ممكن اجيبها بطريقه تانية، انا مش لازم اجيبها بان هو انا اشوف موضوع خط الوسط ده. انا ممكن ابدا احس الضلوع نفسها، ابدا احس الضلوع وامشي مع الضلع، واعرف ان ديت لو مشيت مع الضلع ده اهو اخر ضلع بالنسبه لي هيكون عند كام؟ عند الفقره الصدريه رقم 12. هنزل تحتها يبقى دي لمبر 1، اللي فقرة قطنية رقم 1، انزل فقرة كمان يبقى الفقرة القطنية رقم 2، وهطلع 1.5 سم، هحط كاسة هنا وهحط كاسة هنا، او احط ابرة صينية وادخل عمودي. خلاص احنا بقينا في الامان، هندخل عمودي. اما منطقة الصدر ما بينفعش عمودي، لازم الابر تبقى سطحي. تمام كده، اللهم صل على رسول الله. طيب الفقرة اللي هي البلادر 24، تمام، اهيت البلادر 25 اهيت، او اللي هي المثانة 24 و25، ونبدأ نتكلم ونشوف واحدة واحدة ايه وظائف. طبعا يا شباب الكلام ده كله مش هيتحفظ على طول، ولكن ان شاء الله مع التكرار، مع ان انتوا تشوفوا الفيديوهات تاني وتالت ورابع، الموضوع هتبقى سهلة. فاهمني يا شباب؟ ما حدش يقلق يعني. طيب المثانة 24 تبعد عن 1.5 سم عن الفقرة القطنية رقم 3، يبقى احنا ماشيين سيستماتيك اهو، يبقى 23 رقم 2 يبقى لمبر 2 او الفقرة القطنية 2، المثانة 24 تبعد 1.5 سم من الفقرة القطنية رقم 3. تعالج الام اسفل الظهر والركبة، الام الدورة الشهرية، الافرازات المهبلية، البواسير، البراز المدمم، الام الظهر. تمام كده الازمة. طيب عايزة تقولي ايه؟ عايزه اقول ان انا لما يجي يبقى مريض عندي الام في العظام، هشتغل طب الام العظام دوت طبعا هيشمل معاك الم اسفل الظهر والركب والكلام ده، هنشتغل على المثانه 23. وكذلك انا طبعا المثانه 24 دي موجوده اصلا في اسفل الظهر، فموضوعها ومكانها هينفع معايا في موضوع ايه؟
موضوع الالام. تاني حاجه الدوره الشهريه، الافرازات، الكلام ده، البراز المدمم، الدنيا دي كلها من مكانها اصلا، مكان النقطه، فهينفع معايا تمام كده. حتى لو انا مش حافظ النقاط تمام، فابعد 1.5 طن وابدا احط الايه، سبحان الله، الابر بتاعتي مفيش فيها اي خوف يا جماعه. الخوف هنا مفيش اي خوف، اهم حاجه ان انا ايدي ما تلمسش الابره، الجزء اللي داخل في جسم المريض لازم يبقى معقم، وان انا بستخدمها لمره واحده. واهم حاجه ان انا ما ادخلش في العمود الفقري، انا ماشي اصلا 1.5 طن بعيده عنه خلاص، فبالنسبه لي مفيش مشكله. طيب المثانه 25 هو يعتبر ايه؟ هي تعتبر شباك القولون الخلفي، شباك القولون والشباك الخلفي للمعدة، شباك القولون. بستخدمها في ايه؟ يبقى برضو زي ما احنا متفقين المثانة 25 بتبعد 1.5 طن من لمبر 4 او اللي هي الفقرة القطنية 4، بستخدمها في، احنا بنتكلم في القولون وانتفاخات واسهال وامساك بواسير، النقطة الاولية لألم اسفل الظهر، وخصوصا الناتج عن الامساك، ألم الدورة الشهرية، النقطة الأساسية لعلاج ضعف الوزن، ضعف الوزن بالرغم من زيادة السعرات الحرارية. معناه إن أنا دلوقتي الفقرة القطنية الرابعة اللي هي قصاد الفقرة القطنية الرابعة قصاد الفقرة على بعد 1.5 طن من الفقرة القطنية رقم ايه، 4. طيب اوكي، خلينا ندخل على المثانة 26. المثانة 26 تبعد 1.5 طن عن الفقرة القطنية الخامسة، ودي تستخدم في آلام أسفل الظهر، الانتفاخات، إسهال، تبول. المنطقة يا جماعة كلها، وهنا أصلا المنطقة دي كلها سبحان الله، المنطقة دي كلها في قصادها من الناحية التانية الأمعاء الدقيقة، الأمعاء الغليظة، المنطقة ديت اللي هي مؤثرة معايا على ايه، منطقة الرحم، منطقة الجهاز التناسلي بالنسبة للرجالة، بالنسبة للبواسير، بالنسبة لي الكلام ده كله. فأنا أصلا لا أنا 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 هشتغل عليها من مكانها، من مكانها هتبدأ تجيب لي النتائج بتاعتها الكويسة تمام. طب بص بقى، عايزة تعرفي مثلا، أو عايزة أعرف الفقرات سبحان الله. بصوا يا جماعة، أنا دلوقتي المنطقة دي تمام، المنطقة دي تمام، ديت الهيب بون أو اللي هي عظمة الحوض، بمشي مع عظمة الحوض. عظمة الحوض هي بتبقى بارزة كده وبتنزل كده تمام، هي التقاء العظمتين الاتنين بتوع الحوض، فهي قصاد ايه، بيلتقوا عند اللي هي الساكرم او اللي هي الفقرات ايه، الفقرات العجزية. طب المنطقة اللي فوقها، المنطقة اللي فوقها بتبقى الفقرات ايه، القطنية. طيب اول حاجة احنا عندنا الصدرية هي بتبقى 12 تمام، وبعد كده ادي القطنية 1 2 3 4 5، وبعد كده العجزية بقى اللي هي الخمسة اللي هما بيبقوا فيوزد توجيزر او اللي هما ملتحمين مع بعض تمام. طيب سبحان الله، المثانة 26 بتستخدم اهي، خلينا بس نبص عليها اهي، معايا اهي مثلا 26 تمام، بتستخدم في الام اسفل الظهر تمام، الانتفاخات، الاسهال، التبول الليلي، عرق النساء تمام، او السياتيكا تمام، مشاكل التناسلية، مشاكل المثانة، مشاكل الحوض والرحم، تخرج البرودة من المسخن السفلي، تخرج البرودة من المسخن السفلي تمام، وتعالج اورام البطن، مفيدة لمشاكل المسالك البولية، التبول الليلي، صعوبة التبول، الكلام ده تمام يا شباب. يعني مشاكل المسالك البولية زي ايه؟ المريض اللي هو بيقول لك انا عندي مثلا بروستاتا، إيه انا عندي اجي اتبول الا اتحايل على البول ما يرضاش ينزل، وساعات يسبقني، ساعات ما اقدرش اتحكم فيه، إيه ساعات بعد ما اخلص ابص الاقيه بينقط. يبقى دي كلها المنطقة دي يا شباب، المنطقة ديت بتبقى مهمة جدا لموضوع ايه، مشاكل الحوض. طيب خلينا ندخل على المثانة 27 اللي هي ديت تمام، اللهم صل على رسول الله.
طيب المثانة 27 بتقول لك إن هي تبعد 1.5 سم عن الفقرة العجزية رقم 1، اللي هي سك رقم 1. أدي عندي أهو الفقرات العنقية 7، بعد كده الصدرية 12، بعد كده القطنية 5، بعد كده العجزية اللي هي أصلا ملتحمة بعظمة الحوض لما كنت بشرح لحضراتكم. هي المثانة 27 بيقول لك إن هي قصادر إيه العجزية رقم 1، وبيقول لك إن هو سبحان الله شباك الأمعاء الدقيقة تطرد الحرارة والرطوبة من المثانة والأمعاء، مشاكل التبول، إسهال، بواسير، الخمول، وتعالج الإفرازات المهبلية، وتعالج معايا الإسهال، وتعالج معايا مشاكل التبول زي ما قلنا، ألم أسفل البطن، النتفاخات، تمام، يعالج إفرازات المسخن السفلي سواء كانت إفرازات مهبلية أو إفرازات من الأعضاء التناسلية الذكرية أو العضو الذكري، تمام. طيب المثانة 28 بتبعد 1.5 سم عن خط المنتصف او عن العمود الفقري عند ايه الفقرة العجزية رقم 2، تمام، وهي يعتبر شباك المثانة وتعالج مشاكل التبول، نقطة هامة لطرد الرطوبة من الجسم زائد الطحال 9. بيبقى اي رطوبة في الجسم متراكمة ممكن اخرجها من خلال اللي هي ايه، اللي هي المثانة 28، تمام. وبقول لك ان هي بتعالج الامساك والاسهال والم الظهر والعدوى والانفكشن في منطقه الحوض وتورم في المسخن السفلي. بعد كده المثانه 29 1.5 سم من الفقره من العمود الفقري من الفقره العجزيه الثالثه، وتعالج منطق مشاكل اللي هي النزلات المعويه، الفت، الم تصلب الظهر، تعالج العطش وقله العرق والنزال. المثانة 30 1.5 سم من الفقرة العجزية من الفقرة العجزية الرابعة من العجزية الرابعة من العمود الفقري. النقطة الثانية لمشاكل النساء، النقطة الثانية اللي هي من السكندري فور، مشاكل متعلقة بالكلية زي مشاكل الدورة الشهرية، إفرازات، التهابات الرحم، ماشي، اللي هو البلفيك انفلاماتوري ديزيز، التهابات الحوض عموما، بلفيك انفلاماتوري ديزيز، البي اي دي، بلفيك انفلاماتوري ديزيز، وبطانه الرحم المهاجره. يعني ايه بطانه الرحم المهاجره؟ في بعض الاحيان بيكون نتيجه العمليات او مناظير او حاجه في الرحم، بيكون في جزء من البطانه بتاعه الرحم بتخرج من مكانها وتروح في اي مكان في الجسم وتعمل مشاكل، ممكن تروح في المثانه، ممكن تبص تلاقي البنت تقول لك ايه او الست تقول لك انا لما باجي في اوقات معينه ابص الاقي بول ينزل مع دم ينزل مع البول، ونعمل اشعه ما نلاقيش ولا حصوات ولا حاجه، وبيكون الوقت دوت بيكون في وقت معين اللي هو وقت نزول الدوره، فده بيبقى اسمها اللي هي الايه الاندوميتريوزيس او اللي هي بطانه الرحم المهاجره، وديت بنعالجها من خلال المثانه 30 اللي احنا قلنا عن بعيد عن 1.5 سم من العمود الفقري الفقرة العجزية الرابعة، تمام. بتعالج التبول الليلي، الألم، الفتق اللي هو الهرنية، إحساس البرودة، ألم الظهر، تمام. بعد كده الفقرة القطنية المثانة 31 أو البلاتر 31 اللي هي على العجزية الأولى، العجزية الأولى بين المثانة 37 دي المثانة 37 والعمود الفقري. طب تعالوا نشوفها كده، تعالوا نشوفها. طيب بتعالج ايه الأول معايا؟ بتعالج معايا ألم أسفل الظهر، الشلل، عرق النساء، ألم أثناء التبول، الإمساك، إفرازات سقوط الرحم، ألم الأعضاء التناسلية، ضعف الانتصاب، المشاكل الجنسية. تعالوا بصوا عليها من مكانها وهتفهموا منها الكلام ده كله من غير ما أهي. شوف مثانة 31 بتعالج معايا مشاكل. بصوا يا شباب احنا عايزين نفهم بس ونقول حاجة، حتى لو انا محفظتش الكلام ده كله، حتى لو انا محفظتش الكلام ده كله، انا لازم افهم ان انا عندي ايه،
عندي النقطة مجرد وجودها في مكان معين أبقى أنا عارف هي موجودة قصاد إيه، تمام كده، هي موجودة في أنهي مكان، وهعرف إيه الأعضاء اللي موجودة في هذا المكان، فهيكون لها تأثير مباشر من خلال مكان النقطة. فأنا لو مش حافظ إن هي بتحافظ بتعالج معايا مشاكل، مثلا المشاكل الجنسية عند الرجالة والستات، بطانة الرحم المهاجرة أبقى عارفة بتعالج معايا منطقة الحوض، منطقة الحوض دي فيها الرحم وفيها الأعضاء التناسلية فيها المثانة، تمام كده. يبقى أنا مش لازم أحفظ الكلام ده جدا، ولكن أنا عارف إن مكانها من خلال مكانها فهي بتكون سبحان الله، أبقى فاهم هي بتعالج. طيب أوكي، طيب المثانة 32 بقول لك ان هي عند الفقرة، جبناها هنا تاني اهو، الفقرة العجزية الاولى بين النقطة المثانة 28 والعمود الفقري، بين المثانة 28 والعمود الفقري. خلينا هنا نشوف انت عايزة تقولي ايه في الحتة دي. عايزة اقول لحضراتكم حاجة، انا عندي 27 28 29 30، طيب وبعدين ابدا اعمل زي زجزاج يبدا يدخل للناحيه الداخل، تمام، عند مستوى الفقره ايه الاول 31، عند مستوى الفقره بلادر 27 او المثانه 27، طيب و32 عند قصاد 28 وهكذا، طيب 33 قصاد ايه 29 وهكذا، تمام. طيب خلينا نشوف، يبقى انا عندي على مستوى الفقرة اللي احنا بنتكلم دلوقتي على المثانة 32، مثانة 32 على مستوى الفقرة العجزية الاولى بين الفقرة بين المثانة 28 والعمود الفقري، بتستخدم في ايه؟ بتستخدم في الام الظهر، ألم اللي هو السياتيكا، النساء، عدم انتظام الدورة الشهرية، ألم الدورة الشهرية، الإفرازات المهبلية، القذف الليلي، الضعف الجنسي، التبول الليلي، ضمور العضلات، الشلل، عدم الإحساس بالقدمين، تمام، نقطة لتسهيل الولادة، نقطة لتسهيل الولادة. حتى كمان يا شباب احنا نعرف لما الست تقعد مع واحدة يعني واحدة بتولد تبدأ تضغط لها في هذا المكان، مجرد ان هي سبورت كده او تضغط لها بتخف الام الظهر معاها وبتسهل معاها الولاد، تمام كده. طيب ايه عايزة تقولي ايه؟ انا عندي 27 28 29 30 1 2 3 4، اربع نقاط دول على هذا على مستوى واحد. طيب بعد كده 31 32 33 34 على ايه؟ نفس المستوى. يبقى من 27 ل 30 كلهم نفس على خط، نفس الخط، واحد ونص تصنع بعضا عن العمود الفقري، تمام، و31 على نفس المستوى لغايه ايه 34، تمام، ودخلنا لجوه شويه. طيب المثانة 33 على مستوى الفقرة العجزية رقم 3، بعد كده وتحت ال 32 ألم أسفل الظهر تستخدم لمساج الإسهال، الإفرازات المهبلية، عدم انتظام الدورة الشهرية، تأخر الإنجاب. يعني عايزة تقولي لي كان الدكتور شعراوي بيقول لنا إن احنا المفروض إن احنا بندخل في فتحة معينة كده في هذه النقاط، تمام، وكان بيضحك ويقول احنا لو جبنا الترا ساوند، تمام، اشعه تلفزيونيه يعني هذه النقاط كده الفورامين دي، وجبنا يعني عشان انت تدخل بالابره في هذا المكان فبيكون صعب جدا جدا جدا. حتى قال لنا ساعتها ايه، حطوا كاسات حجامه في هذه الاماكن، تمام، وهتجيب معاك نفس الفائده. يعني هو قال لنا نفس الكلام ده، افتكر والله اعلم انه قال لنا نفس الكلام ده بالظبط، تمام. احنا بندخل على الاعصاب دي،
ندخل على الاعصاب دي. تمام، هي النقطة دي بيقول لك ايه هي الاسباب بتاعة اللي هي الام تيل بون، التيل بون بين يعني الم التيل حتى يعني ديل يعني عظمة الديل دي او اللي هي الساكرم دي. بيقول لك ان هي ممكن يكون اعصاب، ممكن يكون واقعة، ممكن يكون نتيجة ولادة، ممكن يكون كده. بس انا مش جايباه عشان كده، انا جايباه عشان اقول لحضراتكم شفتوا الاعصاب داخله ازاي، احنا بنحاول ان ندخل في هذه الامان. المهم والله هي حتى لو انت دخلت عليها وما كانتش سبحان الله ما جاتش بالظبط فمش مشكله، اهم حاجه بس احنا كنا اهم حاجه عندنا ان احنا ما ندخلش على العمود الفقري نفسه. حتى كمان دلوقتي لو ما دخلنا، لو دخلنا في هذا المكان اعتقد ان ما فيش فيه مشكله برضو، لان احنا عندنا السباينال كورد او اللي هو اللي هو النخاع سبحان الله اللي هو السباينال كورد اللي هو النخاع الشوكي بيخلص فوق عند الفقرات القطنية فوق، فحتى لو دخلت هنا مفيش مشكلة. المهم ان انا ببعد 1.5 سم وبحاول ادخل في هذه الاماكن. تمام، المثانة 35 قال لك ان هي 0.5 سم بس لاترال تو لي يعني بعدا عن خط المنتصف ماشي عند ايه، عند الفقرة اللي هي الكوكس بون او اللي هو الكوكس جيل بون اللي هي الفقرة العصعصية. تمام، دي المثانة ايه 35، لو هتشوفها في الصورة هتبقى اوضح لحضراتكم اهي. راحت فين؟ تحت، هي مش باينة في دي. طيب خلينا نشوفها في صورة تانية. 35 شوفوا فين، شوفوا فين، تحت خالص عند الباتوكس من تحت. تمام، عند الباتوكس من تحت او عند اللي هي اهي عند فتحة الشرج كده يعني قريبة من فتحة الشرج. تمام، ديت اللي هي المثانة 35. وقال لك ان هي مالها بقى دي، بتستخدم في ايه؟ تطرد الحرارة من المسخن السفلي، وبيقول لك ان هي نقطة البواسير رائعة، تورم الاعضاء التناسلية، دم في البراز، الاسهال، بواسير، الضعف الجنسي عند الرجالة، وهي الافرازات التناسلية. تمام، دي اللي هي النقطة دي، فما نتحركش يعني احنا ننزل 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 لغاية ما ايه يعني في المنطقة دي ننزل الملابس ونبدأ نشتغل عليها 0.5 سم بس من العمود الفقري. تمام، طيب عندنا بقى المسألة 36، هذه الصورة كده. المسألة 36 احنا مش بنبص لرقم 50 و51 لان ده تعداد قديم. تمام، احنا بنبص للنقطة اللي هي 36 دي. قال لك احنا عندنا دلوقتي في ما تيجي تكشف في المكان ده، المريض بيكون لابس شورت ويكون الشورت واسع وترفع الملابس على فوق. طبعا انا عندي في المكان اللي عندي انا الحمد لله مخيطة شراط للمرضى وبتتعقم بين كل مريض ومريض. ليه بقى؟ عشان بعض المرضى بيبقى ايه بيبقى صعوبة عندك ان انت يبقى لابس ملابس معينة وتبقى مش معقمة وايدك تيجي عليها وكلام من ده، فبخلي المريض يقلع ملابسه ويلبس الجاون المعقم ويلبس شورت بيكون واسع كده، بكون برضه بعقبه من كل مريض ومريض. في الآية التانية دي في نص المسافة، في نص المسافة من هنا لهنا اهي، في التانية بالتانية دي الباتوكس اهي او اللي هي الاليا، ودي ايه الفخد في مكان هنا كده، في نص المسافة دي ابدأ ادخل بالإبرة بتاعتك عمودي عمودي، الإبرة هنا عمودي عمودي عمودي، كل الكلام ده عمودي ما تخافش بقى. تمام كده، يبقى ديت ايه، ديت اللي هي البلادر يورينري بلادر المثانة 36، وبستخدمها في السياتيك يا جماعة. الناس اللي كانت بتسألني على موضوع السياتيك، بصوا كده اساسا كده اساس السياتيك هتشتغل على هتشتغل على طبعا سيرفايكال سيفنج مش ما بننساهاش خالص في الحجامه. تمام، والابر الصينيه. تمام، بشتغل على نقطه العظام، بشتغل على اللي هي الرقم 11 يورينري بلادر 11، بشتغل على منطقه الكليه. تمام، منطقه الكليه المثانه 23 والمثانه 52 جنبها. تمام، بشتغل على مناطق اسفل الظهر دي يا جماعه، دي كل المناطق دي مفيده جدا لموضوع الام اسفل الظهر والسياتيكا. بشتغل بقى من الحاجات الرائعه جدا بتجيب معاك نتائج ممتازه قوي قوي. تمام، اللي هي ايه المثانه 36 37 مثانه 40 اوعى تنساها،
بعد كده ايه المثانة 57، بعد كده اهم حاجة المثانة 60، من اروع الاماكن اللي انت تشتغل عليها اللي هي ديت. تمام، المثانة 60 تبدأ تشتغل على الاماكن دي. في ساعات كتير ما بتقدرش تشتغل على كل حاجة، مش مهم، بس ما تنساش المثانة 60، ما تنساش المثانة 40، ما تنساش النقطة دي، مثلا 36 37. تمام، طيب خلينا نكمل كلام. الله المستعان. ادي المثانة 36، وبتستخدم، قال لك ان هي بتستخدم فين؟ في لو باك بين، الم اسفل الظهر، تمام، واللي هو سياتيكا يعني عرق النسا، و سبحان الله اللي هو اللي بيقول لك اللي بيسمع في الم في الرجل من ورا. بقول لك انت تستخدم كمان مثلا 36 لما بيكون في ضعف في فلور لمبس، او اللي هو سبحان الله الاطراف السفليه. يبقى انا عندي دلوقتي بستخدمها في البواسير، في الشلل، في الام اسفل الظهر، عرق النسا، ضمور العضلات، ضعف في الاطراف السفليه، الم المقعده. المريض يقول لك انا عندي الم في المقعده، هي دي. تمام، ايه الامساك، يخلص الجسم من الرطوبه الحاره من المسخن السفلي، يعني بستخدمها في الم وتورم الاعضاء التناسليه وصعوبه التبول. يبقى دي المثانه 36. طيب 37 اهي بعدها، اهي في نص المسافه تقريبا، او اللي هي بتساوي 6 طن من ايه المثانه 36، 6 طن من المثانه 36. وبستخدمها برضو في موضوع الشلل، برضو في موضوع الالام بتاعه العمود الفقري. تمام، ويعالج يعالج ألم أسفل الظهر، عرق النساء، ألم الفخذ والصوم. تمام، يعالج الإسهال الذي يشبه الماء، ووتري ديسشارج، ووتري دايري. طيب بعد كده المثانة 40، بيقول لك هو عبارة عن 1.5 طن فوق المثانة 39. طيب تعالوا نشوف المثانة 39، ايه بيقول لك ان هي بجوار المثانة 40. طيب بص بقى يا ستي، انت عماله ايه، سبحان الله، هاتي الصورة بقى وفهميني عليها احسن. يبقى انا عندي دلوقتي اول حاجة بجيب المثانة 40. طب المثانة 40 بجيبها ازاي؟ اول حاجة هي خلف الركبة، تماما، في تجويف خلف الركبة كده في النص بالظبط، وبدخل المثانة 40. اوعوا تنسوها يا شباب، لان رائعة جدا في جميع في امراض العمود الفقري بالذات. لو انا خرجت 1 سن بره هوصل لل39، لو طلعت فوق هوصل لل38. تمام، يبقى المثانة سن اعلى من مثلا 38، اعلى من 39 ب1 سن. وقال لك ان في سبحان الله في وتر العضلة ذات الرأسين، بتبدأ تحس العضل، يبقى بتحس اللي هو سبحان الله الوتر ده، وبتدخل من ناحية الأنثية للوتر، او من الناحيه الداخليه للوتر. تمام، طيب بيقول لك بتستخدم فين؟ كبعض العضلات، في منطقه الفخذ، الشلل، الام اسفل الظهر، الالم، التنميل في المقعده، الالم في الطرف السفلي. تمام، بيخرج الحراره من المسخن السفلي، حراره الامعاء الدقيقه، طبعا البراز الصلب من الامعاء خالص، طيب او بدم او الكلام ده، اي حاجه فيها حراره، فاهميني. طيب بعد كده المثانة 39، قلنا اللي هي جنب المثانة 40 بس من ناحية بره. خدوا بالكم من النقاط الجميلة جدا في اللي هي السمنة السفلية، الست اللي تيجي تقول لك أنا جسمي رفيع من فوق بس منطقة الهرش دي كبيرة جدا، فبستخدم فيها المثانة 39. هي خلف الركبة من الخارج، بيقول لك بقى دوت المثانة 39 ده ايه؟ بقول لك في حد يبدأ يروح الشغل الصبح يبقى ايه نايم، وطول الليل صاحي، ويكون القوة عنده قوية جدا ومركز جدا في الليل، ويكون يقول لك ايه انا بخلي الشغل بتاعه كله بالليل، دوت بيكون معناه انه عنده نقص اليانج، نقص اليانج، ما بيعرفش يشتغل بالليل بالنهار، لكن بيشتغل بالليل. فانا ممكن اعالجه ازاي؟ من خلال المثانة 39. يطلق عليها بحر سان جيان او المسخن الثلاثي، و هي طبعا بتقوي اليانج وتقوي المثانه. شفتوا بقى، يعني هي نقطه خلف الركبه من ناحيه بره، لكن بتقوي المثانه. تقول لك بتفتح مسارات الماء في المسخن السفلي، تساعد على التخلص من الميه في الجسم الجزء السفلي. تمام، تستخدم في الام الركبه، تستخدم في الام الظهر، الركبه، السمنه السفليه زي ما اتفقنا الاتفاق، بواسير التبول اللا إرادي،
هي صعوبة التبول، تورم منطقة الإبط، حاجة غريبة يعني. منطقة الإبط أنا يعني حتى وأنا بقراها وبترجمها يعني إزاي يعني مثلا 39 يا بت إيه بتبدأ تعمل معايا إيه آلام اللي هي سبحان الله أو تورم. تعالوا بصوا عليها كده منطقة الإبط يعني. طيب بعدين مثلا 40 بخرج بره وحدة صن، بطلع 39 أطلع وحدة صن، أمسك إيه 38 عندي الوتر ده، مش من بعيد بره، من الناحية الأنثية للوتر، من الناحية الأنثية للوتر. طيب سبحان الله. ويبقى ننزل بقى للمثانة 40، ننزل المثانة 40 ودي من النقاط الهامة جدا زي ما اتفقنا تمام. ايه منتصف التانية مستعرضة للحفرة المقبضية او اللي هي طبعا خلف الركبة وخلاص، بين اوتار العضله ذات الراسين، المهم من ايه خلف الركبه في نص المسافه. بقول للمريض ابدا سبحان الله اتني رجلك وبعد كده بشوف نص المسافه بالظبط وادخل فيها تمام. ديت من اللي هي النقاط اللي هي اسمها الكوماندوز بتاعت الام اسفل الظهر، اهي مثانه 40 يا شباب، ادي المثانه 40 تمام، اللي هي خلف الركبه، المثانه 40 خلف الركبه تماما، مثانه 40 تمام. طيب هنا برضو نبص عليها خلف الركبة، ادي منطقة الركبة تمام، وفي نص المسافة، نص المسافة، نص المسافة. طيب تعتبر اسمها بحر المثانة، بتطرد الحرارة، تبرد الدم. يعني ايه تبرد الدم؟ في بعض الناس يا شباب تبص تلاقي عندهم دايما جسمهم ساخن، دايما تحس ان جسمهم لو قعدت جنبهم مثلا تحس بسخونة، حتى في عز الشتاء في سخونة، حتى تيجي مثلا لو مريض لو حد قام وتيجي تقعد مكانه تلاقيه نار عنده، دايما عنده حرارة، ده بقى عنده تبرد الدم. يبقى انا عندي لما اعمله المثانة 40 هتبدأ تبرد الدم معايا، هتلاقي الراجل ده لسانه احمر تمام، هتلاقي الراجل ده لسانه احمر، بتجرد دم، تفك الرطوبة اللي في الجسم، تزيل الانسداد في القنوات، ترخي العضلات والاربطة، تستخدمها في الام اسفل الظهر. بيقول لك نقطة الكوماندوز بتاع الام اسفل الظهر، الحوض في بيستخدمها في الام الركبه والام الحوض، مشاكل الحوض الحركيه، الشلل، ظهور العضلات، انقباض منطقه الركبه، القيء والاسهال، نقطه هامه واساسيه لمشاكل الجلد مثل الطفح الجلدي والاكزيما والبهاق ومع الطحال 10 تمام. ممنوعه في الحمل لان هي بتعمل ايه كونتراكشن او بتعمل معايا طلق يعني تمام. يبقى كفاية لغاية دلوقتي دي مسار المثانة، خلينا نقف على مسار 41 نقطة.